دكتور أحمد عادل نور الدين، تاريخ طويل من صناعة الجمال ونقل العلم وتلمذة الأجيال على مدار أكثر من 30 سنة. الدكتور أحمد عادل نور الدين طبيب يؤمن أن مهمة التجميل أكبر من مجرد الملامح والتجميل الخارجي، لكنها الوصول إلى حالة الرضا عن النفس في كل يوم وكل خطوة. مساء الخير يا دكتور. يؤمن بالعلم ولا يتوقف عن التعلم ولا يكتفي بالخبرة والتاريخ. دكتور أحمد، الحقيقة وإحنا بنتكلم عن التجميل سعداء ومبسوطين جداً إن إحنا نبقى النهاردة مع قامة بحجم حضرتك وتاريخ في مجال جراحات التجميل زي حضرتك تتلمذ على إيدك، نقدر نقول مئات من الدكاترة، مش كده؟ شكراً جزيلاً، ده شرف لي إن أنا أتكلم معك في الموضوع الجميل ده. في البداية كده عايزين نفك اشتباك ما بين جراحات التجميل والعمليات التجميلية، والاشتباك اللي حصل ما بين طب التجميل والجلدية مثلاً، التخصص ده. فهمنا يا دكتور، امتى اروح لجراح تجميل وامتى ابقى بعمل اي خدمات بتقدم من اطباء كمان محترمين في تخصص اخر؟ شوفي، هو ممارسه التجميل سنس، يعني لازم انا اكون اتدربت عليها فتره طويله، ان انا اشتغل وامارس واقيم واقدر احكم وامتى اخد القرار الصح واخد القرار الغلط. اللي بيعمل كده هو الجراح، عنده الخبرة وعنده المقاومات وعنده الدراسة اللي من زمان هو بيحكم عليها كتجميل، وبيحكم إمتى يعمل وإمتى ما يعملش، ولما يعمل بيبقى له هدف إنه ياخد جمال طبيعي ناتشرال بيوتي زي ما بيقولوا. يعني أنا بعتبر أحد مقومات نجاح العملية إنك ما تعرفيش إن أنا عملت عملية، فده الجراح. فإحنا مش هنقول اشتباك بيننا وبين طب الجلدية، لكن كل واحد له حدوده، لأنه البراكتس باكج. انا بشوف مثلا، هتكلم على الوش، يا ترى هي اللي جايه دي تتحل بحاجه بسيطه زي ما هي طالبه، زي ما احسن وانا كمان افضل، بوتوكس او فيلر او ليزر او غيره، ولا عايزه جراحه من الجراحات الكبيره اللي هي فيها خياطه، ولا حاجه وسط نقدر نعملها بشيء مختلف. طب ما انا بعمل الحاجات دي كلها واقدر اختار بقى، مش انا في جيبي بس البوتوكس والفيلرز ويبقى لازم امشيهم عليكي، فيبقى عندي كل الحلول وبالتالي اختار الاصلح. بالظبط، يعني الاخطر الانسب ليكي الحاله دي لكل حاله، بالتالي بالتحليل الحاله ومقومات الحاله ومعطيات الحاله بناء عليه باخد القرار. دايما يا دكتور برضو عندنا خلط كده في المفاهيم، انه نعتقد انه جراحه التجميل او طب التجميل ده طب الرفاهيه مش لكل الناس. حضرتك اكيد بمشوار طويل بقى في هذا المجال، إلى أي مدى إحنا غلطانين في الفكرة دي؟ أكيد كان زمان عندي برنامج عملته إن للفقراء حق في التجميل. طيب، هو اللي بيتولد بتشوهات خلقية أو اللي بيتحرق، وللأسف إن معظم ضحايا الحروق من الفقراء، أو اللي اتولدت ومناخيرها مش متناسقة مع الوش ولا عارفة تشتغل ولا عارفة تتجوز، أو الست اللي هي اتجوزت وبعد كده فقدت معالم الجمالية في بطنها بعد الولادات المتكررة. بكلمك على سيناريوهات واقعية، دي سيناريوهات كمان مختلفة التأثير. يعني حضرتك تقول ضحايا الحروق دي حاجة تنقذ حياة، تنقذ مستقبل، قدرته على التعايش كمان في بيختلف. كان عندنا حلقة سابقة بنتكلم عن الطب النفسي، بنقول إنه دايما عدد أطباء نفسيين أقل بكتير جدا من الديماند أو الطلب أو المشاكل الموجودة. مش عارفة برضو حضرتك صلح لي في التجميل العكس، معروض كتير جدا وعيادات كتير وناس بتتكلم عن انها تقدر تحل مشاكل، ازاي المريض يميز ويختار؟ هي دي مشكلة، لانه اللي حضرتك بتقوليه ده المعروض كتير مش جراحات التجميل اللي بتحل المشاكل. طبعا المعروض كتير البيزنس اللي هو انا بتاع كله وتعالالي واحنا بنعمل تخفيض وانت مش عارفة دكتور مين، دي كارثة. هو ده المتاح للأسف، لكن المتاح فعليا كعدد جراحين تجميل بالنسبة لبلد تعدادها فوق 100 مليون العدد قليل. احنا الأطباء المؤهلين الأعضاء في الجمعية المصرية لجراحة التجميل اللي هي الهيئة المصرية المعتمدة عالميا 450. ياه، في مصر؟ اه 450 بس؟ منهم 150 بيشتغلوا بره مصر. دكتور، أنا ممكن أقول لحضرتك أنا بشوف 450 إعلام في اليوم. أيوة.
قولي مثلا كمان زيهم اطباء منتسبين لسه ما حصلش على شهاده الاستشاري يعني اخصائي برضو يجوز مع ماجستير يعني. ودي واحده من الحاجات اللي برضو مشغوله اسال حضرتك فيها في ملف مهم جدا في الطب اللي ممكن يكون مش بس طب تصحيحي وعلاجي لكن كمان اقتصادي للدوله، السياحه العلاجيه. بعتقد انه كتير من الاساتذه زي حضرتك على قلبهم الملف ده، واحنا واصلين فيه لحد فين او ايه الفرص الممكنه اللي قصادنا واللي ممكن تبقى مصدر من مصادر الدخل القومي الحقيقي لمصر؟ هي الفرص كبيره والبوتنشلز بتاعتنا في مصر عاليه جدا جدا يعني. المنتج المصري اللي هو كطبيب مستوى عالي. ليه؟ لانه الماتيريال كتير جدا والشغل احنا بنعمل حاجات ما بيصدقوهاش لما يشوفوها بره. هضرب لي امثله بعد شويه. ثانيا الجو العام في البلد كويس كمكاخ وكسياحه وكاثار وكجو، يقدر يعمل زيارات ثانيه وهو جاي يعني. فالنهارده في مجهودات تعتبر على مهول عليها مجهودات قطاع خاص شويه فرديا ابتدى يبقى في لوكال اورجانيزيشنز في مصر، منظمات اهليه ابتدت تبتدي في الموضوع ده وتروح للدكاتره الكويسين هيقول له اديني باكج كويس. طبعا الدكاتره عليهم دور وبعد كده يتعمل له الشغل صح، وبالمره يقعد يومين نقاهه في غردقه في شرم الشيخ في واتيفر ويشوف البلد ونبقى كل الاطراف استفادت. وين وين سيتويشن، كل الناس استفادت صح. عايز اسال حضرتك عن اجيال جديده من الاطباء، يعني لما سالنا كده عن حضرتك وذاكرنا وقرينا عرفنا انه في اجيال من الاطباء اتخرجت او تدربت على ايد حضرتك. ايه اللي بيميز الاجيال الجديده من الاطباء، سلبيات وايجابيات؟ طب اقول لك ايه اللي بيميز الاجيال القديمه الاول. لا الاجيال القديمه شاطره. يعني احنا لما ابتدينا نشتغل كان الواحد المبدا بتاعه انه لما يحب يتعلم عمليه طبعا هيقراها الاول، ما كانش في ايامنا نت ولا فيقرا العمليه وبعدين يقف يتفرج وهي بتتعمل مع الاستاذ اللي بيعملها. المرحلة الثانية يقف يساعد الأستاذ وهو بيعمل عملية. المرحلة الثالثة إنه حد يساعده في إجراء العملية. وبعد كده يبتدي يعملها لوحده ويبتدي يجود فيها، بتاخد سنين. فعشان كده في أجيال طلعت عارف إمتى وإمتى وحدوده ويقف إمتى ودي تتعمل ودي ما تتعملش. للأسف الأجيال الجديدة النهاردة مش هقول كلهم طبعًا. في ناس كويسة قوي وفي ناس ماشية على نفس النهج ده. إنما اللي تاني دلوقتي بيجي واحد يساعد هو شاف العملية على النت، ده كل الكريدنشلز بتاعته، ده كل المؤهلات اللي عنده. وبعدين يعتبر نفسه انه جه واقف ساعد فيها مرة، ده كده يبقى خلاص بقى. ده كده يبقى عمل العملية بقى. فكده انا هجرب. يبتدي ينزل اعلانات ويطلع في التلفزيون ويطلع على النت انا بعمل. الفكرة دي بقى اصبحت سائدة. انه دو يعني سي وانس دو فور ايفر. حضرتك بتشاور على نقطة مهمة جدا وهي البراكتس أو الممارسة. نقابة الأطباء، الرقابة على الأطباء، الدور التنظيمي للعملية دي حاصل إلى أي مدى أو إيه اللي إحنا كمان نتمنى أنه يبقى بتركيز أكتر؟ إدارة العلاج الحر في وزارة الصحة هي العلاج الجهة المنوط بها التنظيم. يعني أنا النهاردة لما أجي أعمل العيادة بتاعتي لازم اكون مراعي الحاجات اللي هم قالوا لي عليها. انا عشان اعمل زرع شعر في العياده عشان اعمل اوضه اعمل فيها زرع شعر تعبت قوي كتوضيب وكتراخيص وكورق واداريات وعملته. وجت اداره العلاج الحر وادتني الترخيص. خدت وقت وخدت مجهود وخدت طب. فلوس وانا موافق ده العيان عشان السلامه بتاعه العيان يتعمل صح. ايه الجديد في طب التجميل؟ ايه الامكانيات الحقيقي موجوده عندنا ننفع نعظم الاستفاده منها؟ هو جراحه التجميل مجال بيتوسع، يمكن من احد المجالات القليله في الطب اللي ما بتقفش دايما، كل ماده بتطلب. واللي بيساعد على كده ان الناس بتطلب، يمكن تحسن الميديا وبقى يشوفوا قدامهم حاجات كتيره بتحصل في كل الدنيا والاتاحه، متهيألي الاسعار بقت افضل، بقت متاحه. وبالتالي احنا بنمشي مش هنقول ورا الناس لكن الناس بتطلب ايه واحنا بنحاول نعمله. فلو انا عندي واحده النهارده وشها بان عليه علامات التقدم في السن، ده مثال يعني. كنا زمان احنا لما كنا بنتدرب واحنا نواب وكانت تيجي لنا حاله زي دي كان الاساتذه بتوعنا يقولوا لها ما تستني شويه لما تكبري ونعمل شد وش مره واحده. احنا دلوقتي بنقول لها تتاخرتي قوي
ان انت كان ممكن تمنعي حدوث هذا الكلام من بدري. اللي مكننا لكده التطور اللي حصل في الطب. فكل يوم اصبح فيه استعاده شباب وجمال الوجه بطرق اسهل. الاسهل يعني ايه؟ يعني انت لما تعمليها مش هيبقى فيه داون تايم، مش هتقعدي في البيت. النهارده تعمليها عندي الشغل اللي هعمله لك، وبالليل تكوني بتتعشي مع اصحابك. لما تعمليها هتاخدي نتيجه دائمه اطول فتره ممكنه. لما تعمليها هتدفعي سعر اقل. يبقى انت خدتي نتيجه اطول، خدتيش داون تايم، مفيش، دفعتي سعر اقل وبقيتي مبسوطه. فهو ده التطور اللي حصل مثلا في مجال استعاده شباب جمال الوجه. كنا زمان بنعمل جراحه شد الوش، النهارده اصبحت جراحه غير مرغوب فيها. تتعمل في ناس يعني هقول عليهم قليله جدا. اللي سكتوا على نفسهم لان في حلول ثانيه بالظبط لمشاكل. ولما تيجي بدري شويه، وخاصه بقى واحده عملت ريجيم مشاه، بنعمل طرق احدث بكتير، بحيث ان انت ما فيش اصلا جرح ولا خياطه تتفك. ده تنافس بقى في العالم كله، ازاي نوصل للنتيجه دي باحسن نتيجه ممكنه. ودي حاجه احنا في مصر احنا عندنا بنعملها بسم الله ما شاء الله بنتيجه كويسه جدا. هنيجي مثلا في مجال التخلص من الدهون الزائده بطريقه امنه. طبعا الشفط موجود والشد موجود، والاستعمال الاجهزه الحديثه بيخلينا كمان نقدر نتابع ان في اجهزه بتمكننا ان احنا نحصل على نتيجه كما لو كنا عاملين جراحه بدون جراحه. زي ما قلنا في شد الوش هنحصل برضو عليها في التخلص من الدهون في منطقه البطن، منطقه الذراعين، منطقه وهكذا. هنيجي في مجال مثلا زراعه الشعر. النهارده اصبح ان انا اقدر اعمل زراعه شعر بحيث ما حدش يعرف انك عامله زراعه شعر. انا دايما بشبه جراحه التجميل دي برحله. تبتدي البوينت بتاعتها ان انا اختار العين الصح واعمل له الحاجه الصح. الجي بي اس بتاع الرحله دي شطارتي ومهارتي وكفاءتي وخبرتي. والديستنيشن بتاعتها الناتشرال بيوتي، انك في الاخر تاخدي بيوتي جميله طبيعيه من غير ما اكون غيرت فيك حاجه. بذكر الرحله، يعني رحله حضرتك الطويله في مجال جراحات التجميل وناجحه، من تعلم وتلمذه وتتلمذ اخرين على ايديك ونجاحات كتيره يا دكتور، هل حضرتك تقدر تقول انه مثلا البرفكشنزم، يعني او الناس اللي بتسعى طول الوقت ان يبقى كل حاجه فيها مظبوطه، دي حاجه كويسه؟ لا، كمال لله وحده طبعا. دايما ما بنقولش على الحياه انت عندك حاجه غلط، هو اللي عنده حاجه غلطه مضايقاه يجي يصلحها له. لكن انا ساعات بيجي عيني يكشف وانا شايف بعيني ان المناخير دي ماساه، كارثه، هقفل بقي. طالما هو راضي بيها خلاص. واحد جاي يكشف وصلح والصلع بتاعه ماشي على وشه، ما تتكلمش. ليه؟ لانه هو لو عملتها له باقتراح مني وطلع فيها مشكله مش هيسيبني. وانا بالتالي عملت حاجه هو اصلا مش محتاجها. وبالتالي احترام رغبات المريض والسماع كويس له، وان انا اشوف المشكله بتاعته دي اقدر احلها. والحل بتاعي ده هو فاهمه وعارفه، عشان في الاخر نتطابق اللي هو عايزه باللي انا اقدر اعمله. ده هو ده مقياس النجاح. الحاجه الثانيه انه الدكتور ده طول عمره بيشتغل وبيذاكر ويدرس. هديك مثال، مثلا انا خدت الزماله الامريكان بورد، البورد الامريكي في زراعه الشعر. طبعا ده علشان اخش الامتحان اصلا 5 سنين عشان احضر نفسي ان اخش، ونجحت. طيب طلع الشهاده البورد الامريكي ده 10 سنين، يعني بعد 10 سنين هو هيشيلك، لازم تخش تاني الامتحان. ما هو دي رحله الطب، تعلم طول الوقت. خلص سنه 2020 كان في كورونا، ما كانش في امتحان. فعملوا الامتحان سنه 2021. طب انا واحد في سني ده بعد العمر ده كله لسه اخش واذاكر وامتحن تاني؟ ما يشيلوا اسمي من هناك، ما انا هنا حاطط الاسم والناس كلها عارفه ان انا معايا البورد الامريكي ومعايا فعلا. بالظبط. لا، قلت لا، انا لازم اخشه. الله. ليه؟ لان انا قعدت سنه اذاكر من 2021 الحاجات الجديده طبعا، وانبسطت جدا واستفدت جدا، ودخلت الامتحان 21 واخدته. بقيت بقى واحد في القاره دي كلها ان ياخد امتحان ده مرتين. يعني دي حاجه عشان انا، بس دي حاجه انا اول مره اصلا اعرفها. بس حضرتك نورتنا في نقطه انه لا، هو لازم مصداقيه الشخص مع نفسه، محدش بيطلب منك تعمل بالظبط كده. دي مهمه جدا. ومن عوامل النجاح اللي بتخلي الواحد، وده اللي انا بحاول ازرعه في التلامذه اللي هم، مش هقول بقى تلامذه، الدكاتره اللي اشتغلوا معايا ودلوقتي لا هم بيعترفوا، ناس محترمه وناس شغاله وناس كويسه جدا. ده اسمه زكاه العلم. في ختام كل حلقه بنعمل لعبه كده مع ضيوفنا الافاضل، انه بنقول مجموعه من الكلمات وعايزين نواقعها على حضرتك كده في كلمه واحده او في جمله اذا ممكن. اولا، رحله الطب ممتعه.
النجاح مش بالسهل، العيلة أهم حاجة، التعلم أساسي، الجمال، جمال لله. جميل، أنا مبسوطة كده يعني، أنا عارفة أنه توقعت أن الجمال تبقى أسهل حاجة بالنسبة لحضرتك، بس أخدت وقت. أصعب حاجة. مرسي يا دكتور وبشكرك، شكرا جزيلا، واستمتعنا بالحوار معك. أنا والله كمان جدا يعني.